متميزة صراحة مع أكت فور كوميونيتي لو سي بي وجامعة محمد السادس بن قرير. وهذه الشراكة كنا وثقناها في اللقاء الأخير ديال لي زاسيس ريجيونال اللي داروا في الدار البيضاء بواحد وقعنا على واحد الوثيقة اللي على أساسها أننا غادي نجنوا واحد العدد ديال المشاريع. ومن ضمن هذه المشاريع هذا المشروع اللي بدينا هذه أكثر من سنتين والحمد لله مع كل المشاكل اللي تلقيناها مع كوفيد والظروف الصعبه ديال العمل، اليوم حنا صراحه سعداء جدا اننا نشوفوا واحد العدد ديال المشاريع متبنينها واحد العدد ديال الطلبه من جميع مؤسسات جامعه شعيب الدكالي بواحد روح المبادره اللي خارقه للعاده، واحد صراحه واحد لا ماتوريتي في هاد لي بروجي. وصراحه هذه بدايه اللي نعتبروها ناجحة جدا، وإن شاء الله غتكون انطلاقة ديال مشاريع أخرى في المستقبل مع لو سي بي جورف الصفار اللي هو حقا فتح الأبواب ديالو لجامعة شعيب الدكالي في جميع الميادين، من ضمنها الميادين ديال تكوين المقاولات عند الطلبة، وكذلك لا غوشيرش ديفلوبمون في البحث العلمي، وكذلك في التكوينات الأطر ديالهم كيساهموا معنا في عدد التكوينات اللي كاينة في لانسا وفي لو ان سي جي إلى آخره. هذه شراكة متميزة صراحة اللي بغينا ناخذها كقدوة باش إن شاء الله ننجزوا شراكات أخرى مستقبلا مع صوناسيد كذلك ومع ديال السكر كوزيمار. هذه كلها اتفاقيات وقعناها وغادي نشزدوها على ارض الواقع بمشاريع كما شفتوا في هذه المشاريع اللي درنا اليوم مع لو سي بي. هذه الشراكه حقيقه مع لو سي بي كتراودنا منذ سنوات، حققنا فيها بعض الانجازات. تفوقنا في 2016 بواحد المشروع ديال انجاز مقاولتي بواحد الانجاز وطني ودولي، ولكن اليوم الانجاز كنعتبره انا اكثر اهميه لانه في العدد ديال المشاريع وكذلك في الجوده ديالها. تميزوا انا صراحه فاجئوني هاد الطلبه، وفي الصوره الاخيره اللي كنا واقفين كنت كنقول لهم حافظوا على هاد الانرجي بوزيتيف اللي عندكم، هي اللي غتوصلكم بعيد. فهمتي التكوينات اللي كنعطيكم مهمة جدا، كتفتح لكم العقل، ولكن هادشي اللي كديروه نتوما بيديكم وكتنجزوه غيوصلكم اللي بغيتوه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.